الكتاب الواضح في النشاط العلمي صفحة 55. إذن ماذا يحدث عندما يلامس جسم ساخن جسما باردا؟ نشوفوا صفحة 55. ماذا يحدث عندما يلامس جسم ساخن جسما باردا؟ Que se passe-t-il? Quand un corps chaud, jism sakhin, touche yulamis un corps froid, jism barid. Idan hadaf ta'lumi, asifo تبادل السخونة بين جسم ساخن وجسم بارد. Je décris l'échange entre un corps chaud et un corps froid. انطلق ولاحظ الصورة وأعبر. لاحظ هذه الصورة. عند واحد طفل مريض عنده السخانة، وضعنا عليه ضمامة باردة على رأسه على جبين المريض. إذن هذه الضمادة الباردة هي ستمتص هذه السخونة، ومن بعد ستصبح غتولي سخونة الضمادة. إذن أتساءل، لماذا يسخن الجسم البارد عندما يلامس جسما ساخنا؟ أفترض تنتقل، علاش أن هذه السخونة تنتقل من الجسم البارد إلى الجسم الساخن؟ إذن الافتراض هو تنتقل السخونة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. اختبر أنجز المناولة التالية، أضيف ماء باردا لماء ساخن. عندي في الصورة الأولى كأس به ماء بارد، ثم عندي هنا كأس به ماء ساخن. إذن في المناول أخلط الماء الساخن مع الماء البارد، إذن أحصل على ماء دافئ. أملأ فراغ بما يناسب دافئ البارد الساخن. إذن أصب الماء البارد على الماء الساخن للحصول على ماء دافئ. أستنتج باستعمال ما يلي: دافئ تنقص البارد الساخن. إذا نستعمل هذه الكلمات: عندما يختلط الماء البارد بالماء الساخن، شو كيبقى؟ ماذا يقع؟ تنقص سخونة الماء الساخن في الخليط، فنحصل على ماء دافئ. إذن عندما يختلط الماء البارد بالماء الساخن، تنقص سخونة الماء الساخن في الخليط، فنحصل على ماء دافئ. خلاصة: استخلص، أملأ الفراغ بما يلي: السخونة يلامس تنقص يتبادل. إذن تنقص سخونة الجسم الساخن عندما يلامس الجسم البارد، تزيد سخونة الجسم البارد عندما يلامس
يلامس الجسم الساخن. إذن يتبادل الجسم الساخن والجسم البارد ماذا؟ السخونة. إذن عندي في الأخير أستثمر je complète la phrase par froid. Glace, contact. Froid et بارد. Froid, glace, متلج, هذا التلج. Contact. يلامس. J'ajoute des cubes de glace. أضيف مربعات من التلج. Un jus d'orange. لعصير ليمون. هو عندنا هنا في هذه الصورة عصير الليمون أضفنا إليه مكعبات من الثلج. ماذا وقع؟ إذن هذا العصير سيصبح باردا. أو كونتاكت، إذن عند ملامسة أو كونتاكت دي كوب دو غلاس، عند ملامسة هذا مكعبات ديال الثلج لو جو دورونج عصير الليمون دوفيان فخوا يصبح باردا. ونأتي إلى نهاية هذا الدرس وشكرا.